السؤال الرابع، اذكر شرطا واحدا للحصول على شعاع الليزر بالنسبة لذرات وسط فعال. طبعا اول حاجة عن طريق حاجة اسمها الفعل الليزري بزيادة بالوصول الى حالة شبه الاستقرار. ثم حالة الإسكان المعكوس. اللي بيكون فيه عدد الذرات المصارة بحيث يصبح عدد الذرات المصارة أكثر من الذرات المستقرة. يعني ممكن الحصول على الليزر الاول بيحصل إثارة للعنصر للالكترون فينتقل لمستوى طاقة اعلى وتسمى الذرة مصارة، ولكي تستقر تعود الى مستواها عن طريق فوتون محرض او مؤثر خارجي مساوي لها في فرق طاقة مستويين. السؤال الثاني، طيف نقي في المطياف بالنسبة للوضع المنشور. يبقى لازم نضع وضع المنشور في وضع نهاية الصورة، وضع المنشور في وضع نهاية الصورة. حتى يتحلل المنشور إلى 7 ألوان بالشكل ده. الضوء الأبيض هيتحلل إلى أحمر طول موجة أكبر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. يبقى كل لون يختلف فلازم تكون في وضع النهاية الصوت. استقبال موجات الإذاعة ذات تردد محدد من أجهزة الاستقبال عن طريق دائرة الرنين، دائرة الرنين، حيث في الحالة دي يتساوى بيكون شدة التيار أكبر ما يمكن، أي فرق التوالي صفر، أي إكس إل بيساوي إكس سي. في الحالة دي يكون التردد بيساوي 1/2 باي ال سي. يبقى دائرة الرنين بتتميز بوجود مكثف متغير الساعة عشان كلما تغيرت الساعة يتغير التردد، وملف يمكن تغيير عدد لفاته لان بالتحكم في عدد لفات يمكن تغير التردد واستقبال الترددات المساوية للجهاز في التردد. السؤال اللي بعده، مجال مغناطيسي منتظم موازي. عشان يكون مجال مغناطيسي منتظم موازي لملف جلفانوميتر في جميع اوضاعه ان يكون وجهي المغناطيس مقعر. وجهي المغناطيس مقعر ليجعل المجال على هيئة انصاف اقطار، وان ده شمالي وده جنوبي بالشكل ده كده، وتركيز خطوط المجال على الملف وتكون موازية لخطوط المجال. يبقى أن يكون وجهي المغناطيس مقعر وموازية لمحور الملف. السؤال اللي بعده، مرور تيار كهربي في دائرة تحتوي على بطارية. هذا البطارية وتحتوي على وصلة ثنائية. لكي يمر التيار يجب أن يكون التوصيل أمامي، بهذا الشكل. يبقى ده الموجب البلورة وده السالب. يبقى لكي يمر التيار يجب ان يكون التوصيل امامي، لان التوصيل امامي يمر التيار ليه؟ اول حاجة زي ما احنا عارفين الواسطة الثنائية هيت، لو قلنا ده موجب وده سالب بالشكل ده كده، يبقى نوصل الموجب بالموجب والسالب بالسالب. فيمر التيار ليه؟ اولا لتقليل الجهد الانحيازي، لتقليل المنطقة القاحلة، وبالتالي تعبر الشحنات. اذكر احد النتائج المترتبة على مرور طيف الشمس على الغازات والابخرة.
نحصل على خطوط فرونهوفر. خطوط فرونهوفر دي عبارة عن خطوط مظلمة، خطوط مظلمة أو معتمة لطيف امتصاص خط. يبقى حصلنا هنا على طيف امتصاص خطي. طيب توصيل طرفي جهاز الأوميتر بمقاومة خارجية ضعف المقاومة، يقل التيار للثلث، يقل التيار للثلث. السبب لأن احنا عارفين إن الجو دي ثابت، في بتساوي الفي، يعني الأي في آر قبل توصيل المقاومة الخارجية بيزود بيساوي آي في آر زائد 2 آر، لأن احنا وصلنا مقاومة خارجية ضعف المقاومة، وصلنا مقاومة ضعف المقاومة. الآي في الحالة دي نقدر نقول إن أصبح هنا 3 آر وهنا 1 آي آر واحدة بس وهنا آي. في الحالة ديت الآر مع الآر، إذا التيار الجديد بقى يبقى التيار الجديد هيساوي الآي على 3، يبقى قلة التيار للثلث. تغيير طريقة توصيل مقاومتين متماثلتين على التوالي، ما حاولتش في أحد أذكر أحد النتائج المترتبة عن تغيير طريقة توصيل مقاومتين متماثلتين على التوالي مع بطارية إلى طريقة التوصيل على التوازي من حيث المقاومة المكافئة. معروف على التوالي المقاومة الكلية جمع R الكلية بتساوي R1 زائد R2، لكن إذا وصلت على التوازي وصلت تحولت إلى توازي يبقى المقاومة الكلية بتساوي أحد المقاومات، المقاومة الكلية بتساوي أحد المقاومات على عدده، إذا تقل الإجابة، تقل المقاومة المكافئة، تقل المقاومة المكافئة، لأن التوازي يقلل المقاومة، التوالي يكبر المقاومة. ما المقصود بكل ما يأتي؟ احنا عارفين دائرة ال R L C معناها دائرة فيها مقاومة أومية، فيها ملف حسي، فيها مكثف. يبقى نقدر نقول معنى ان تان زاوية يبقى تان سيتا، تان سيتا بتساوي اكس ال ناقص اكس سي على ار بتساوي سالب 30 درجة. احسب شدة تيارات اي 1 واي 2 واي 3. لازم نكون ثلاث معادلات. اول خطوة نكون معادلة كرشوف الاول عند نقطة التفرع، نشوف فين نقطة التفرع. طبعا ممكن تنفع نقطة B او النقطة A. طبعا لو قلنا عندك بتطبيق كرشوف الاول، بتطبيق كرشوف الاول عند النقطة B، طبعا بينص على مجموع التيارات اللي داخلة هيساوي مجموع التيارات الخارجة، أو نقول مجموع التيارات المتلاقية في نقطة يساوي صفر. مجموع التيارات المتلاقية في نقطة، مجموع التيارات المتلاقية تساوي صفر. تعال نطبق كده، اللي داخل دايما هنديله إشارة إيه؟ موجبة، اللي داخل النقطة ديت، فنسمي الـ I1 بالموجب. ليه بالموجب؟ لأنه I1 داخل. I2 أيضا بالموجب لأنها داخلة هذه النقطة. I3 نعتبرها بالسالب، سالب I3 ده كله بيساوي صفر. بنسمي المعادلة ديت المعادلة رقم واحد. نطبق كرشوف التاني في المسار العلوي ونكون معادلة، ونطبق كرشوف التاني برضه في المسار الصفر ونكون معادلة. ناخد المسار العلوي، المسار العلوي فيه تلات بطاريات، التلات بطاريات كلهم في ديت ماشية في طبعا بنلغي اللي تحت،
دي ماشية كده عكس عقارب الساعة، دي ماشية عكس عقارب الساعة، آسف، دي ماشية مع عقارب الساعة، دي ماشية مع عقارب الساعة كده، لكن دي ماشية عكس عقارب إيه الساعة. فهنمشي تبع مثلا عقارب الساعة، فاللي يبقى مع عقارب الساعة بالموجب والمعاكس السالب. تعال نشوف بقى مجموع الـ V باتري، مجموع قوى الدفع بيساوي مجموع فروق الجهد، يساوي عندنا اللي مع عقارب الساعة الخمسة، الأربعة، بينما الستة عكس عقارب الساعة، فيصبح هنا دول تسعة ناقص تلاتة ناقص ستة يبقى فيه تلاتة فولت. الطرف ده أصبح تلاتة فولت كده. تعال نشوف الطرف التاني I في R. I1، I1 مشى في مقاومة إيه؟ مشى في هذه المقاومة. والـ I2 مشت في المقاومة واحد أوم. والـ I3 مشت في المقاومة 100. فلو فرضنا إن مثلا يبقى في حالة نقول 50 I1 بالموجب ولا بالسالب؟ طبعا دي ماشية عكس عقارب الساعة ودي مع، يبقى سالب سالب 50 I1، 50 I1. I2 I2 ماشية كده في الفرض اللي احنا فرضينه، يبقى نقول واحد I2 بالموجب زائد I2، يبقى شكل المعادلة سالب 50 I1 زائد I2، وهنسمي المعادلة دي رقم 2. أيضا ناخد المسار السفلي في بطارية واحدة، بقى بنفرض تبع الإصلاح بتاعها بهذا الشكل، اللي مع هذا السهم يبقى بموجب ولا عكسه يبقى سالب. فنقول مجموع الـ V باتري، مجموع قوى الدفعة، هتساوي مجموع فروق الجهد اللي هو شيل التيار في المقاومة. هي بطارية واحدة خمسة فولت، خمسة فولت، وهنا الـ I2 مشت في مين؟ مرت في الـ 1، يبقى 1 I2 بالموجب ولا بالسالب؟ بالموجب. ليه بالموجب؟ لأن سهم الـ I2 مع السهم اللي احنا فرضينه. أما الـ I3 هتبقى برضو زائد، زائد لأن السهم مع السهم 100، 100 I3. ونسمي المعادلة رقم كام؟ 3. بالوسيط للحسبة نختار كلمة مود ثم question ومعادلة من الدرجة الثالثة، ونبدأ بقى ندخل معامل. معامل الـ I1 واحد يساوي واحد يساوي سالب واحد يساوي بعد صفر يساوي، ننتقل المعادلة الثانية وهكذا. فالقيمة الأولى هنسميها I1، والقيمة الثانية I2، والقيمة الثالثة I3. السؤال الخامس، علم تنتقل الطاقة الضوئية في الليزر إلى مسافات بعيدة دون فقد. الإجابة على طول بنذكر خصائص أشعة الليزر، خصائص أشعة الليزر من أنها تسير في حزم ضيقة، تسير في حزم ضيقة، أنها مترابطة عالية الشدة، تداخلها بناء، يشد سلك من البلاتين والإريديوم في الأميتر الحراري على لوحة لها نفس التمدد، وذلك للتخلص من عيوب الجهاز وتأثره بالعوامل الجوية، وتأثره بالعوامل الجوية، وبالتالي
يكون المؤشر دايما على صفر تدريج مهما تغيرت درجة حرارة الجو، لأن تمدد السلك البلاتين هيكون مساوي لمعامل تمدد اللوحة فلا تتأثر بالعوامل الجوية. السؤال اللي بعده، تقل التوصيلية لبلورة نقية من أشباه الموصلات إذا انخفضت درجة حرارتها. طبعا إذا انخفضت الحرارة تصبح جميع إلكتروناتها، جميع الإلكترونات مقيدة في روابط تساهمية، مقيدة في روابط تساهمية ولا يوجد إلكترونات حرة. ويكون معدل التكوين أكبر من معدل كسر الروابط. يصنع قلب المحول من شرائح معزولة، طبعا شرائح معزولة لتقليل إيه؟ لتقليل التيارات الدوامية والحرارة المتولدة. طيب، اختيار الهيليوم والنيون كوسط فعال طبعا لتقارب مستويات الإثارة، لتقارب مستويات الإثارة لهما، حيث أن الهيليوم هو الذي يكتسب الطاقة الحركية من فرق الجهد ويسار ويعمل على إثارة النيون، فالنيون هو المادة الفعالة التي يحدث لها أن تنتج الليزر.